السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أخوكم طبعا مصطفى زكي، بالنسبة للناس اللي لسه مشتركة جديدة في القناة. طيب النهاردة إن شاء الله يا جماعة الفيديو ده أنا عامله عشان خاطر أوضح نقطة مش موجودة عند الناس، أو في بعض الناس مش واخدة بالها من النقطة دي. يا جماعة إحنا أسسنا في النيكل كروم إن إحنا بنطور على التركيبات. فأنت معاك تركيبة شغال بيها بقالك 15 سنة مثلا أو 20 سنة شغال بيها. طب الدنيا بتتطور، الدنيا بره بتتطور والناس اللي بره سابقنا، طب ليه احنا ما نسبقهمش؟ ليه نفضل زي ما احنا؟ هم يبقى عندهم دايما الجديد واحنا دايما شغالين بالقديم. طب هم دلوقتي سبقوا وهم دلوقتي عدوا واحنا زي ما احنا؟ لا ما ينفعش. مش شغال ان انا بشغال بنافس مع حد، لا انا شغال في ناس من بره بفضل الله، دول اوروبا متابعه الموضوع ده بالذات، عايزين يعرفوا احنا بنوصل لايه. بمعنى ان هما مش عايزين، الناس اللي بره مش عايزين العرب عامه دماغهم توصل لحاجات هما شغالين عليها. يعني هما شغالين على حاجات وعندهم مواد وعندهم امكانيات مش موجوده عندنا، يعني مش موجوده عندنا. طيب هضرب لكم مثل بسيط جدا زعلني والله، يعني الحمد لله على كل حال، منتج بسيط بدون ذكر اسامي طبعا، شركه معروفه جدا 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 في مصر وكله عارفها، منتج موجود عندهم وجبته بفضل الله من على جوجل نفسه، وابتديت ان انا اتواصل معاهم عشان خاطر يطلعوا لي المنتج ده واخده. قالوا لي، اتواصلت مع مهندس طبعا بدون ذكر اسامي، قال لي يا فندم العينه اللي حضرتك بتقول عليها دي او المنتج ده موجود عندنا فعلا، انت ايه اللي عرفه لك؟ فطبعا كلمه زي كده اتقالت فانا صدمت الصراحه، يعني قلت له يا باشمهندس يعني ايه حضرتك ايه اللي عرفه لي؟ قال لي يعني انت وصلت للمنتج ده ازاي؟ المنتج ده ما حدش يعرف عنه حاجه، بيتصدر كله بره لدول اوروبا. قلت له يا فندم المنتج ده المفروض ان هو موجود في شركه وبتصنع في مصر عندكم. قال لي تمام حضرتك موجود عندي في المخزن بس مش هينفع اديك منه، ممنوع ان انا اطلع منه داخل مصر. طب يا فندم موجود في اي دوله عربيه؟ ان حد مثلا في دوله عربيه اي صديق ليا في اي دوله يقدر يبعته لي؟ قال لي لا ما بينزلش برضه في الدول العربيه، كله شغال بره دول اوروبا. طب ليه؟ ما ادانيش عقد نافع الصراحه. فانا مش عارف الحرب جايه منين بالظبط، او ايه الهدف من الكلام ده، وقيس على كده حاجات كتير، بعض ورنيشات وبعض حاجات معينه بحتاجها في شغلي عشان خاطر ان انا اعمل عليها تركيبات واعمل عليها ابحاث والكلام ده، مش عارف اجيبها وبتتصنع في مصر وموجوده. والحاجات اللي بره الشركات اول ما بتعرف ان انت بتطلب المنتج ده عشان خاطر حاجه معينه او شغل النيكل يقول لك لا ما عنديش، للاسف ما عنديش. نقطه تانية، لو قال لك عندي وعرف ان انت هتشتغل في الحاجات دي في نيكل كروم او بتطور من نفسك يقول لك لا والله اصل الشحن بيقعد 3 شهور في البحر وممنوع ان احنا نصدر مواد كيماويه لدول عربيه. وفي ناس كتير شغاله اللي شغالين في الجمارك او الناس اللي هي في استيراد والتصدير عارفين انا اقصد ايه بالظبط بالكلام ده. فاحنا جماعه في حرب ومحدش عارف والله، الناس مفكره ان احنا معانا تركيبه وبنشتغل كده خلاص بتطلع نيكل وشكرا وكان الله بالسر عليم. لا احنا بره والله يا جماعه الموضوع اكبر من كده، شركات قايمه على شغل رش النيكل كروم، شركات عملاقه ملايين بتخش لها كل يوم في بيع منتجات من النيكل كروم، تمام كده؟ فلما تيجي انت واحد تطلع من العرب وتعمل حاجه زي كده، او تحب تبتكر، او تحب ان انت تطلع بتركيبه جديده، او بتطلع بمنتج جديد او ورنيش جديد، يقفلوها في سكتك. فالحرب شديده جدا والله، النافس في الناس اللي بره عايز اطلع لهم حاجه ان احنا قدرنا نعمل بحاجات موجوده تحت ايدي في مصر تفوق اللي عندكم، وعملناها بفضل الله من 6 شهور. لو حضراتكم فاكرين الفيديو اللي انا نزلته، ورنيش رشيت ورنيش معالج بالهواء، الناس اللي متابعه القناه شافت حاجه زي كده، تمام كده؟ الورنيش ده كلفني طبعا مبلغ كبير جدا عشان خاطر ان انا اعمله، ولا بيقشر ولا بيصفر ولا بيتاثر باشعه الشمس ولا بيجرره اي حاجه، تمام، بيتحمل درجه حراره فوق ال 220 لحد 400. فبفضل الله احنا شغالين على حاجه زي كده. بس طبعا المنتج زي كده بالسعر ده مستحيل طبعا ان حد يشتري ورنيش بالتكلفه دي. فابتدينا ان احنا نشتغل بفضل الله على ورنيشات اقل من كده، وطلعنا بنتائج الحمد لله تمام، وحاجات موجوده تحت ايدينا. فمش هو بس الورنيش، لا احنا بنشتغل على حاجات تانيه خالص. انا هخليك بفضل الله ان انت ترش النيكل بتاعك من غير بقى ايه ومن غير بيه. طبعا انا عمال احرق لكم في المفاجآت عشان بس الناس اللي بتسال تهدى وتبقى عارفه احنا بنعمل ايه بالظبط. كاتب لي على التعليق على القناه بيقول لي يا اخي انت عمال بتنزل في فيديوهات، طب احنا استفدنا ايه بدون شرح؟
يا حبيبي انا مش هنزل لك الفيديوهات دي ليك انت، حضرتك عايز تفهم او عايز تتعلم حضرتك انا سايب الرقم بتاعي في صندوق الوصف، حضرتك تواصل معايا على الواتس وانا فاهمك، شوف انت عايز تفهم ايه وانا فاهمك تمام كده. فانا مش عامل الفيديوهات دي لحضرتك، انا عامل الفيديوهات دي لناس معينه بره متابعه القناه تمام كده يا جماعه. الصوره وصلت؟ فحاجه دي ولا ايه ولا بي ولا الكلام ده خالص، انا هخليك ترش ماده واحده على القطعه اللي قدامك تطلع معاك نيكل على طول بفضل الله. شفت حضرتك الاسبريه اللي بتباع حاجه زي كده بس عباره عن محلول، انت ترشه على القطعه يطلع معاك نيكل، وبعد كده بترش عليه الورنيش بتاعك تمام كده. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا شغالين عليها، الله اعلم قدامها 6 شهور قدامها 7 شهور برضو. فانا ما عنديش وقت يا جماعه ان احنا نضيعه في منافسه مع اي حد او الكلام ده، لا انا احنا ما بننافسش في حد، كل واحد وليه شغل تمام كده يا جماعه. ويا ريت تكون الرساله وصلت وكل واحد يركز في شغله وربنا يصلح حال الجميع. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.